معكم عافية. بقى ممكن تحكي لنا انت قابلت معنا وين وكيف؟ ممكن لكن دي قصة طويلة، وأنا لما أبدأ أحكي ما أقدر أزور يرجع تاني. كارنين تمام؟ طيب نخش في الموضوع. قصتي مع أمكم دي قصة طويلة وعميقة. يا سلام، عندما كان الغيوم في الأفق وقطرات الندى على الزهر والفراش يتغزى على رائحة الأزهار وفار التنور رأيتها تتلألأ مثل نجم في سماها مثل عصفور بلون زينب في علاها. بابا يا بطنة قلت لك ما تقاطعني يا أخي. نحن ما قلنا لك ترجم لنا أغنية حندية. طيب نخش في الموضوع. من يوم ما شفتها عيوني ديل ما زحوا منا ثانية. هاي ميري آنكھیں رات بھر کرے باتیں تیری یہ تیری عيد أتابعها محل ما مشت. هاي ميري آنکھیں رات بھر کرے باتیں تیری یہ تیری آئے جو تیری یادیں رک رک لغاية ما حست بي چلے سانس میری ومن دي یہ میری بقينا بنحب بعض. ہاں مجھ پیار ہے تم سے ہاں تجھ میں ہی تو میرا جہاں منہاری تنہا جبت أهلي وأهلها وقعدنا شنو حسمنا الموضوع. أول يوم بعد الخطوبة عزمت عليك على بلدي. بلدي يا معلم من حج زرقاء. وأول ردة فعل ليها بالله الذي قشطتني لا أقصد قشرت لي البامية. نو 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 تقصد قشطتك كف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت الموضوع؟ ما حكيت لي. قوم 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 قوم.